السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كاشي توجه الحلويات العيد ولا والو؟ ما تكتروش من الحلوه بزاف حبيبات ديالي. اليوم كي كتشوفوا جبت لكم رغيفات معمرين بجوج ديال الحشوات معسلين لحقهم وطريقهم غزالين كيحمروا الوجه. شنو اللي حطيتيهم في نهار العيد؟ يستاهلوا بقك كما يقولوا المصريين، ويستاهلوا العائله تقدموا للعائلات ديالك. الا بغيتي تعرفي شنو درت في هاد جوج الحشوات وكيف درت لهاد المعسلات ديالي، هاد الرغيفات المعسلين ديالي، ما عليك الا تدخلي الفيديو ديالي وتتابعي معايا المراحل وتعرفي على المقادير وعلى الانواع ديال الحشوه. يلا حبيباتي انا كنستناك. الحبيبات ديالي غادي نمروا المقادير ديال الرغيفات ديالنا المعسلين. طبيعة الحال الا ما كانوش في العيد ما كيتسماش عندنا عيد، هذا قاعده خلاوها لنا الوالدين ديالنا، حنا مازال متبعينها. اذا شنو عندي في المقادير حبيبات ديالي؟ عندي 400 غرام ديال الدقيق الممتاز الابيض، عندي معلقه كبيره ديال الخل، عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه مطحونه مزيان ومغربله، عندي قبصه راس معلقه ديال المسكه الحره، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي قبصه ديال الملحه، عندي راس معلقه صغيره ديال خمارات الحلوه، عندي واحد الزابين كهات البرتقال، عندي معلقه كبيره ديال الطحيني الزنجبيل المطحون، عندي نص كاس ديال ماء زهر منقع فيه الزعفران الحر، وعندي كاس الماء دافي ولا خصها عاد نزيد لها غادي نزيد لها الماء دافي. عندي العقده فضلت انا ندير جوج العقدات، عقده بلا كريم باتيسيير وعقده بالكاوكاو ومطحون حتى كيولي بحال الزبده، يعني زبده الكاوكاو مخلطه معها ربع باكيه تاع ديال الطوستاده يعني الكوفريت، وفيها جوج ديال هذا الفانيلا، جوج خنيشات الفانيلا، وفيها معلقه كبيره ديال الزبده، وهذا ما كانتش باش نسمت العقده الثانيه. يلا حبيباتي مروا معايا الطريقه ديال العجين. والان غادي نمروا الطريقه ديال العجين. اولا كنخلط كل شيء، النواشف يعني كاع شي حاجه عندي ناشفه كنديرها، ملحه، خماره ديال الحلوه، الزه ديال البرتقال، غادي نخلط وعاد نزيد لها الزبدة. الآن غادي نزيد معلقة تاع الخل، الزبدة ديالنا، معلقة ديال الطحيني، اللي عنده الجنجبيل اللي ما عندوش طحيني يدير الجنجلان عادي طحنو تيولي هكا زبده ويزيدو. اذا الان غادي نبدا ما زهر كامل، وغادي نبدا نعجن الكل.
ديال العجينه ديالي ونرجع لكم. اذا حبيباتي ها هي القوام ديالها، انا عدلكتها شويه هنايا وغادي نخليها شويه ترتاح. صافي غادي نغطيها البول وغادي نخليها ترتاح تسقط شويه، ما خصهاش تجي جاريه البنات، الا جات جاريه كتخسر. اذا حيت ترتاح شويه ورجع. اذا حبيباتي هذه العجينه ديالنا شتوها كي كتجبد مزيانه طلقات شويه. غادي نقطعها، انا يعني كنقطعها هكا وكنبدا بكويره بكويره كنبدا نشكلها كويرات صغار. هادو باش ما يديروش كنخليهم هكا، غندير لهم السيلوفان. كنبدا بالكويره الاولى كنقطعها كنكور صغارين 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 بحال هكا صغيوره. شحال ما كانت الغيفه ديالنا صغيوره، شحال ما كانت مورقه بزاف، كتجي مورقه بزاف كتجي حلوه. صافي كندهنها هكا بالزيت وكنحطها هنا، كنبقى على هاد المنواله البنات حتى كنسالي كلشي الكويرات ديالي. عيني ميزاني راه ما كنعبرهمش البنات، غير بالنظره كنشوفهم واش مقادين واش هما هانتوما صغيرين، حيت كنكورهم صغارين بين يدي هما هادو. صافي ونبقى هكا البنات نكورهم حتى نسالي كلشي لهذا ونرجع التوراق معاكم. ملي وجدت المقله ديالي فاش غادي نقلي، وجدت العسل فاش غادي يقدروا، وغادي نزينهم بجوج ديال الديكورات. اذا حبيباتي دابا غادي نقرص معاكم. ديجا قرصت، شوف انا درت الكويرات صغيورين، علاش؟ باش كندير وحده فوق وحده باش كتجيني هذا ديالي مورقه مزيان. صافي كنبقى نقرصها مزيان. حتى كيبقى كيبدا يبان لي سطح العمل، يبان لي البوطاجي. صافي غادي نعمرها العقدة ديالي، كنضغط على العقدة ديالي هكذا. وهكذا كيجيو مزيانين باش مكيطرطقولناش درتهم انا تعمدت نديرهم هكا صغارين. ماشي الا بغيتي ديري وحدة تقرصي وحدة تقرصي اخرى كما بغيتي، ديري واحد البوست وحده كاين هكذا حسن كيجيو. دابا ندير وحده بالكوم على جوج كيجيو مرقين مزيان. تما نبقى هكا البنات حتى نسالي جميع الكريسات ديالي. الى نهاية الغرفة ديالي كاملين بهذه الطريقة. حتى كنكمل كلشي نجيبهم مقادين للطرف. وهكذا حبيباتي حتى كنسالي كلشي العقده ديالي ولاباط ديالي. اذا حبيباتي غادي نوريكم دابا كيف غادي ندير ان كونجلي الرغيفات نتاعي حتى نهار غدا لي 29 رمضان غدا لي يكون العيد، عاد ان شاء الله غادي نطيبهم باش يجيوني رفتيين. اذا كنحطهم هكذا كنديرهم على القياس اللي بغيت انا كنقرصهم
وكنبقى غدا هكذا. ما غاديش نزيد عاد كاين الكونجلي مباشره الزيت يتقلعوا نضربوا عليهم غير شويه هكا صافي. هذا معاهم هكذا البنات كنقرص وكن كنعدل ندير ايطاج فوق ايطاج نديرهم يتكونجلاو حبات عاد يمكن نقرديهم في الميكات حتى نهار الغدا اللي هي العيد ها الانسان يقليهم صافي. اذا هذه هكا غادي ندير لها السلوفة ما نضيعو السلوفان يعني ديرو هذا اللي كاين مستعمل صافي. وغادي ندير لا دوزيام غنبقى نقرص هنا ونحط باش كي نكون غادي نقلي غادي غير نشدهم ونقليهم. انا ما بغيتش بغضا مابغيتهمش كبارين بزاف غير هكا على هاد الحجم البنات صافي. بقى غدا ماشي معاهم هكداك حسن نخلي غير لها نقلي دابا باش نوريكم كي كيجيو والاخرين غنخليهم حتى لغدا للعيد ونقليهم ان شاء الله وبحبله باش يصبحوا لنا مهمشين في العيد. نبقى على هاد المنوال حتى نسالي الحال. دابا غندير ميكات فوالا ونبقى هكذا البنات حتى نسالي اوكي. وريتكم دابا عطيتكم فكره وانتوما ديروا عليها. اذا الان حبيبتي غادي نقليهم في الزيت وغادي نطفيهم في العسل نخليهم يقطروا عاد نزينهم شي بالجنجلان وشي باللوز الفيلي. اذا الان دابا سخناتني الزيت حبيبتي غادي نبقى نغميو الغرفات ديالنا حتى تطلع فيهم الغليه عاد نبقى ندير فوق منهم الزيت. شوف الزيت سخنات مزيان غادي نبقاو نديرو فوق منهم الزيت نبداو كيتنفخو مزال مسخناليش بزاف الزيت. حيت كيتنفخ الزيت كيبقى كيتنفخ كتغلي الزيت مزيان كتسخن مزيان كتعطي واحد النتيجة.
ندير منه مزيان شي حمار. وها هما الرغيفات ديالي حبيباتي، وجدتهم وقدمتهم على هذه الطريقه. نتمنى الاعجاب ديالكم، وانتي اللي عاد دخلتي اول مره للقناه ديالنا وعجبك الفيديو ديالنا، ما تنسايش قبل ما تخرجي تابوناي معنا وتضغطي على الجرس باش يوصلوك جميع الفيديوهات ديالنا. وغادي تلقاو جميع المقادير نتاع الرغيفات ديالنا المعسلين بجوج الحشوات في صندوق الوصف، ومع الرابط كذلك للفيديو باش يمكن لكم تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء. ولا هنا نقول لكم حبيباتي عيد مبارك سعيد، وقبل ما نخرج ضروري نوريكم كي جاوا الرغيفات ديالنا. هذه نتاع الكاوكاو شفتوا كي راهم مرقين وغزلانين وقاصحين كيحمقوا البنات. وغادي نقدم معكم وحده ديال هذه ديال لا كريم باتيسيير. شوفوا البنات لا كريم باتيسيير وجات مرقه غزاله. نتمنى الى الاعجاب ديالكم ورضاكم. الى هنا نقول لكم حبيباتي مع السلامه وعيد مبارك سعيد.